وضعية المهندسين العاملين بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء للنواب المحترمين إبراهيم شركاوي، شفيق رشادي، وديع بن عبد الله، وعبد السلام أخماش من فريق التجمع الوطني الحرار. فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخوتي أخواني النواب، فكما تعلمون لقد صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 4646 بتاريخ 25 أكتوبر 2001 المرسوم رقم 300012 بتاريخ 2 غشت 2001 المغير والمتمم للمرسوم رقم 868-82-2 الصادر في 9 يناير 85 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. وكما تعلمون أيضا فقد صدر بهذا الشأن منشور من طرف الوزير الأول عدد 67 بتاريخ 10 يناير 2002 يطلب من خلاله تطبيق مقتضيات هذا المرسوم على المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة المالية والخصاصة. إلا أنه لحد الساعة فإن المهندسين العاملين بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء لم تسوى وضعيتهم رغم الرسائل الموجهة في هذا الشأن إلى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية والخصاصة، مع العلم أنهم يعيشون وضعية مالية جد مزرية. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها لرفع الغبن عن هذه الشريحة الفاعلة العاملة في مجال السكن والبناء، وهو المجال الذي وضعته الحكومة ضمن أولوياتها، بل إنه محط عناية مولوية سامية. وشكرا. الكلمة للسيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، وأنا أشكر السادة النواب المحترمين اللي تقدموه بهذا السؤال حول وضعية المهندسين العاملين بعد المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء. نبغي نقول بأنه المراسيم اللي تحدث عليها السيد النائب بطبيعة الحال كاينة، وكذلك الدورية ديال السيد الوزير الأول، إنما هي تتعلق بالمؤسسات العمومية اللي عندها نظام يشابه النظام ديال الإدارات، وبالتالي الوضعية ديال المهندسين أو المهندسين المعماريين متاعهم هي الوضعية ديال المشتركة بين الوزارات. كاين الآن مؤسسات عمومية أخرى للأوضاع الأجور فيها تتكون أكثر ارتفاعاً، ولكن بالنسبة لهذه المؤسسات كذلك تقدمنا في حل هذه المشاكل خاصة استنادا على دورية أخرى لم تشيروا إليها، وهي دورية بتاريخ 18 مايو 2004 من طرف السيد الوزير الأول، وتتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الأنظمة الخاصة، أي الأنظمة الخاصة متاعها ماشي الأنظمة ديال الإدارة، لأنه عادة الأجور فيها تكون أكثر ارتفاعا. وفي هذا انطلاقا من هذه الدورية ديال السيد الوزير الأول، بطبيعة الحال هذاك الفارق اللي احيانا كان تعطينا نوع من الامتياز سنسهر بان ناخذ بعين اعتباره، وخاصه انه واحد المؤسسات اخرى شبيهه بليزيغاك ولكن اخرى وصلنا الى حل هذا المشكل. شكرا سيد الرئيس. الكلمه السيد نائب اطار تعقيب. شكرا سيد الوزير. كل ما هناك وهو انه كنزيد ناكد على هذه الفئه، انه هذه الفئه من الاطر اللي الإدارة ديالنا اليوم محتاجة لها، اللي احنا اليوم كننتظروا منهم مردودية، ولكن ما يمكنش يجي هذه المردودية بلا ما نكبوا على المشاكل ديالهم، بلا ما نقسموا المشاكل ديالهم. وفوقس أيضا اللي في الحكومة الحالية خلقنا وزارة ديال تحديث القطاعات العامة، فمن 2002 وحنا كننتظروا حنا كنستبشروا أنهم خرجتوا في الأسبوع الماضي كاينة دورية اللي يلا خرجت باش تفك هذا المشكل، وكنتمنى باش تفتح التطبيق ديالها يكون في أقرب الأجل. وشكرا. شكرا السيد نائب.